اخونا ابو استاذ ابو امتداد يعني انزعج من قضيه انه يعني تكلمنا حول تشرين. انا اريد اسال يعني اسال حضرتك سؤال، انه يعني امتداد هي تمثل تشرين ولديكم 9 نواب في مجلس النواب، وانتم تقولون نحن صوت المعارضه. هذا صوت المعارضه من بدايه الدوره الانتخابيه الى الان، كم استجواب حققوا؟ كم سؤال برلماني حققوا؟ ما هو الدور الرقابي الذي مارسوه عدا دخولهم بالتكتك وخروجهم بالجكساره؟ انطيني واحد اجاوبك. خلي اكمل والله اجاوبك. سؤال سؤال برلماني واحد حققه امتداد. اولا حينما اتجه الاطار باتجاه ما يسمى بالمقاطعة أو الفلفل المعطل، كانت حركة امتداد دؤوبة على استجواب وزير النقل. روح راجع اليوتيوب أو راجع المذكرات لمجلس النيابي، هذا واحد دؤوبة كونك لم تطلع، هذا واحد استجواب لوزير النقل أخي سلطة الطيران، انتبه على الموضوع. شيء ثاني، منذ أكثر من 9 أشهر قدمنا ما يقارب 7 استجوابات إلى 9 زائد سؤال نيابي، وأيضا بما يتعلق بشركة أمنية وهمية في مطار بغداد، ولغاية الآن تم تغييبها من قبل أدوات المحاصصة من أجل أن لا يعلو صوت المعارضة. روح اسأل الجماعة لماذا لغاية الآن موقفين، خلي أجاوبك، لماذا لغاية الآن موقفين الاستجوابات اللي طلقتها حركة امتداد وقدمتها إلى المجلس النيابي؟ ما السبب؟ حضراتكم ضليعين اخي، ما السبب؟ روح اسال اسال من يهيمن على السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. لماذا تعطلون اداء المعارضه؟ ليش؟ لين 9 نواب او 5 لا او 2؟ جيد، نائب واحد صوت الوطني في دوره برلمانيه، لو هي لين كثره العدد 3 استجوابات لديه. حينما كان الاطار يتجه باتجاه ما يسمى الثلث المعطل، كنا دؤوبين على ان يكون أعضاء مجلس النواب داخل المجلس، بعدين التيك توك اللي تقول طبعا مو أنت حضرتك تقول إنه الحلبوسي المقال وأنت حلفاء للحلبوسي أخي. ما تصدقني دكتور أنور، عذرا حتى يعني ليس التناقض بالكلام. راح إذا أنت حريص على المال العام اذهب واسأل من الذي سمح باللصوص الذين يسيطرون على المنافذ الحدودية والذين لديهم اللجان الاقتصادية والذين سمحوا لسرقة القرن وغيرها بأن تتلاشى أموال العراقيين. روح اسال هؤلاء، مو تسال الثوار من اللي سمح، الذين سحبت عليهم السكاكين والمسدسات داخل المجلس النيابي. اخي العزيز كل منصف في وجهه نظرك. الان جاوبتك اني فما اعتقد لديك الاجابه. لا عندي الاجابه. تفضل. اني حضرتك انت تقول اليوم احنا كنا جزء من دخول البرلمان في قضيه الثلث المعطل، انت تتناقض نفسك، لانه انت يعني قبل قليل قبل 5 دقائق عفوا خليني اجيبك عفوا قبل دقائق وصفت الحلبوسي بوصف، وأنت تعتقد وامتداد يعتقدون أنه ويسوقون أنه ضد الحلبوسي، مع العلم أنتم دخلتوا الجلسة وصوتوا للحلبوسي. أنت ما وسيد علاء الركابي خرج للإعلام وقال أنا مع محمد الحلبوسي. هسه جاي تحكي عن الحلبوسي يعني قضية لا هو أنا ما أريد أسوي سجال. عفوا أجابك. هي القضية مو قضية سجال، هي القضية اليوم واضحة عند الشعب العراقي. اليوم احنا الحركة التشرينية في كل المحافظات وضعت ثقتها ب9 نواب في امتداد. ما الذي حققوه لهاي الطبقة الشبابية؟ شنو اللي حققوه له بالتيك توك؟ قل لي شنو اللي حققوه له بالتيك توك؟ ابو التيك توك اليوم نزل بالتيك توك وركب جكسارة مثل ما ركب جكسارة. اذا ركب جكسارة ابو التيك توك انتم في التجمع، اذا ما ركب جكسارة فانتم ما قدمتوا الجمهور. اللي حققوا السلطة التنفيذية التي منعت أن يكون هناك سلم رواتب للموظفين، وبالتالي تعمد إلى أن تكون القطع الأراضي وغيرها من المصالح باتجاه الأحزاب وباتجاه الوزراء وغيرهم. اللي منع خدمة العراقيين هو من لم يفي بما يمكن تقديمه من ملفات الفساد وإرجاع الأموال للعراقيين. أخي إحنا فاسدين، اللي كذب على العراقيين هو من وعد. اسمع عزيزي، هو من وعد بمنح قطع أراضي للناس المعوزين وللفقراء وللمدرسين والمعلمين وطاقم وزارة الصحة وغيره، وأخلف بهذا الكلام.